باسمي وباسم مستشفى الأمير حمزة نقوم بالشكر والتقدير إلى جائزة زايد للاستدامة وإلى الشركاء في مبادرة 2020 على تقديم هذه الحلول التي تتسم بمراعاة البيئة. وهذا المستشفى الرائد الكبير بكوادره وإمكانياته يقدم خدمة في هذه الجائحة بشكل رئيسي وأساسي في المملكة الأردنية الحشوية. هذه المبادرة التي تقدمها خاصة جائزة زايد للاستدامة أو في المحافظة على البيئة هي بادرة يعني تعنى في العالم كلياته وليس في الأردن فقط. تقوم بخدمة المرضى والمواطنين في محيط هذا المستشفى. الحلول اللي تقدمت فيها جائزة الشيخ زايد للاستدامة هي عبارة عن وضع وحدات إنارة تعمل بالطاقة الشمسية موزعة في كافة ساحات ومرافق المستشفى من الخارج. صراحة هاي كنا إحنا نعاني منها بالمستشفى كثير، المناطق معتمة، المراجعين كانوا يشكوا كثير من إنه في مناطق معتمة. صارت الجائحة وتفضلت علينا الجائزة بأنها منحتنا هاي المنحة وقدمتها للمستشفى القائم بمنطقة وسط الأردن اللي هي بيخدم مناطق الجنوب وسط الأردن لاستقبال حالات الكورونا. صراحة هي مبادرة إنسانية، يمكن زي ما حكيت يمكن هلأ اللي لامسينها بس الموظفين والقائمين على العمل بالمستشفى لاحظوا الفرق، ولاحظوا فرق كبير فعلا. بس هي مبادرة إنسانية رح يحس فيها كافة المراجعين بس يرجعوا يراجعوا المستشفى، خاصة اللي كانوا يراجعوا منطقة الطوارئ في منطقة في ساعات الليل المتأخرة. أكيد مش رح تساهم، هي أكيد أحدثت فرق من الآن. أنا لاحظته كثير كانوا من الموظفين يشتكوا بشكل كبير من إنه المناطق عندنا معتمة، في مناطق بدها إنارة، حاولنا نركب كشافات بس ما حلت مشكلة. بس باللي صار واللي تركب من خلال هذا الحل اللي هو عن طريق جائزة سمو الشيخ زايد فعلا أحدث فرق كبير. وأنا بوجه شكر كثير كبير للجائزة وللقائمين عليها اللي شفتهم أنا واللي تعاملت معاهم اللي هم الناس اللي نفذوا المشروع عنا. صراحة يعني التنفيذ كان كثير سلس، ما حسينا فيه. برضو هم إجوا في أوقات كثير صعبة، يعني في مستشفى حمزة في ناس كثير الآن ترفض الدخول إله، بس هم ما شاء الله اجوا وركبوا وتعاملوا مع الموضوع بكل اريحيه. عن جد بوجه لهم شكر جزيل.